احكي لنا يا ابو ضياء عن ريم واللي حصل. ريم هي روح الروح. ريم كانت إلي علاقة، فيها علاقة قوية جدا، علاقة الروح للروح. كل المحبة اللي كانت بيني وبين ريم، يعني كنت أنا يعني، وخاصة إنه هي انولدت في يوم ميلادي، فأنا كان إلها بصمة خاصة في حياتي. يعني بطلع لها في كل حاجة وردية، يعني كل شيء جميل في حياتي كنت أنا يعني أحسه في ريم، لأني أنا يعني 52 سنة وهي 4 سنوات، يعني ماتت قبل ما تكمل سنة رابعة، لأنه استشهدت قبل شهر ما نعملها عيد ميلاد. فكانت هي في حياتي كل شيء، هي تستقبلني بالحضن، هي تستقبلني لما أجي من برا، لو تلاقيني في مكان ثاني، لو كانت هي مع العيلة أو مع إخوانها أو مع أمها أو مع كذا، كانت تيجي بسرعة تجري علي، وبعدين تطلب مني وين ما أروح أخذها معي. لو أروح الدكان، أروح السوق، أروح مثلا، وخاصة يعني إنه قبل الحرب، بس في الحرب كانت تحكي لي خذني معك، لكن أنا خوفا عليها بقيت أخليها في البيت عشان ما يصيرش فيها ضرر، كنت بحافظ عليها. لكن سبحان الله، إحنا في يوم من الأيام صحينا وإحنا مقصوفين، كنا نايمين في البيت كلهيبنا، فانقصفنا. كانت قبل ما تموت تطلب مني أشياء، يعني وخاصة في الحرب، 45 يوم حرب قبل ما تموت، لأنها ماتت في اليوم 45 يوم هي وطارق، فتطلب مني أشياء ما بقدر أجيبها لأنها مش موجودة، الموز، البطيخ، بقيت أجيب لها الموجود، الخيار والكاتشب، هذا الموجود في السوق. بقت تحكي لي يا أيوبي، يا أيوبي جيب ذاكر الموز يا أيوبي، قبل ما تستشهد بيومين تقول لي ذاكر الموز يا أيوبي، بقول لها ذاكر يا حبيبي، بتلمح لي إنها بدها موز، لكن أنا مش قادر أجيب لها موز، فكنت أستبدل الموز بالبرتقال، أجيب لها برتقال، فاكهة اسمها الكلامنتينا. أنت معايا؟ أنا معاك، تفضل سامعاك. فريم كنت يعني أنا بحبها حب الروح للروح، يعني هي تيجي يعني بتحضني كل يوم، بالذات بعد ما أصلي الفجر تيجي بتنزل في فراشي، بتمدد أنا في الفراش، بتيجي عندي تقول لي يا حبيبي يا أيوب، أنا اسمي يا أيوب، مش بتحكي ليش سيدة أبو ضياء، بتقول لي يا أيوب، هذه اللي كلمة السر بيني وبينها يا أيوب. يوم الوفاء إيه اللي حصل يا أبو ضياء؟ اللي حصل يوم الوفاء إنه كانت ريم يوم توفت كان يومها جميل جدا، كله ضحك، قرأت الفاتحة 3 مرات وتعيدها، وهي وطارق يعيدوا يقروا الفاتحة ويعيدوها وصلوا، يعني تقليد، يعني هو مش مطلوب منهم لأنهم أطفال، لكن بيقلدوا كيف يعني بنصلي كيف كذا، وبعدين كانوا يضحكوا ضحك جميل، يعني كأنهم يودعوا في إشي، إحنا مش عارف، إحنا مش حاسين إنه في إشي بده يصير. سبحان الله، نمنا زي كل ليلة، المغرب بتكون ظلام، يعني ما في كهرباء وفي خوف، فنمنا بدري سبحان الله، لأنه في كان يعني ناس ميتين في المنطقة، وكان في منطقة وقت حزن، فلما نمنا فجأنا أن صحينا وإحنا مقصوفين، يعني أنا صحيت من تحت الشباك، يعني دخل علي شباك وشوية حجار، أنا وزوجتي في الغرفة الأولانية، وهم في الغرفة بيننا وبينهم 3 متر، فصحيت أنا، صحيت لما قصفنا كأنه شيء بركان انهال فوقنا، إشي بفور وبضرب علينا حجار حجار حجار.